السلام البنات، اليوم جيت لكم بواحد التحليه زوينه بزاف. باناكوتا، باناكوتا بالقشده الطريه. كنحتاجو فيها نصف لتر ديال الحليب، انا درت هنا 500، وكنحتاج فيها 4 معالق ديال السكر سنيده، كنحتاج فيها واحد الطاسه ديال القشده الطريه. كتعجبني انا منكهه بزاف بالفانيا، ندير فيها جوج ديال الفانيات. وكنحتاجو فيها الجيلاتين، ضروري يكون حلال، ضروري يكون حلال. غادي نحتاج فيه 3 الوريقات ديال الجيلاتين. وعندي البنات انا الفريز كنكونجليه مع السكر، يعني هذا غنديرو فحال سيغو فوق منا نديكوريه به. غادي نخلطو مع شويه ديال الفرومبواز احمر عندي كونجلي، بجوجهم كونجليين هادو حتى يديكونجلاو. غادي نوريكم كندير لهم نعد لهم سيغو. ودابا غادي نطلقوا نصايبوا الباناكوتا ديالنا. كنتمنى انكم تشوفوا مزيان. اذا غادي نشعل البوطه ديالي. دائما نعطيو غير شويه ديال العافيه، ما تكثرولهاش العافيه بزاف. غادي نكب الحليب ديالي، انا مبغيتش ندير بزاف البنات، وانتم لكم واسع النظر. كيجي غادي نخليه يحمى شويه، وغادي نكب فيه القشده الطريه البنات. هانتوما معايا، هادي تحليه تجي في السحور، تجي في المغرب، اللي بغاها اللي كيبغي حاجه حلوه. هذا اذا غادي نكب الطاسه ديالي ديال القشده، وغادي نبدا نحرك. باش تذوب هذيك القشطه مع داك الحليب. انا داك الحليب لي دومي كريمي عندي. غنوريكم الحليب اللي درت، اللي كنت درت به المايونيز، كندير به المايونيز وكندير به فلان، كندير به يعني كيعجبني دومي كريمي حسن. كنقصو، نحاولو ما امكن نقصو شويه ديال الدهنيات. اذا غادي نفزق الجيلاتين ديالي، غادي نفزقو البنات في الماء بارد باش يبقى واجد. شي هنا في الماء بارد، كنكون عندي ديجا طاسه فيها الماء بارد، وكنخليه يفزق صافي تالي باش يبقى لي واجد. دابا غادي نبدا نحرك شويه، نبقاش نسقني ودوب ديك لاكريم. دابا البنات غندوب في السكر باش يدوب ليا فيها. غندير دابا السكر، انا عندي هنا السكر، تقاد لي السكر البني، اللي عنده سكر بني يدير سكر بني. عندي هذا دو بيتي كارو يعني صغير، ولكن هذاك ما يصلح ليش، خصو سنيده. دونك ها جوج، ها ثلاثه صافي، درت فيه 4 معالق. شوفوا صغيره ماشي كبيره بزاف، الا كنتو كبيره ديروا غير جوج ونص ولا ثلاثه على حسب الحلاوه اللي كتبغيو نتوما البنات. اذا دابا غادي نحرك مزيان باش يذوب لي داك السكر وما يلصقليش في الكاسروله ديالي. كتبان لي غنزيد لها شويه الحليب، الباقي شويه هنايا غادي نكمل عليه. فوالا،
باش يجيني بزاف حيت كتعجبني بزاف هذا. كملوا عليه كامل صافي، حنايا كملنا عليه، كان باقي غير شي نصيص كاس يعني ماشي بزاف. نتوما شفتوا شحال زدت هذا البنات، هذا اللي كنستعمل الباناكوتا. تقدروا ديروا حتى داك كريمي بزاف الا بغيتوا، نتوما لكم حريه الاختيار فيما يخص الحليب، غديروها غير بسونترال ماشي مشكل، كتجي غزاله. دابا غادي ندير فيها لافاني، انا كندير جوج البنات، نتوما ديروا اللي حبيتو على حساب اللي عنده ليكيد يدير ليكيد، هذيك مجهده مزيانه، اللي ما عندوش يقدر غير بهاد الارز البيضاء. كل الطرق تؤدي الى روما المهم خصنا النكهه ديال الفانيلا. صافي دابا نخليها، ما نخليهاش تغلي البنات، الا غلات غادي تخسر ديك القشده، هذا هو السر ديالها. تتشوفوها قريبه تغلي صافي كطفي عليها وكترمي فيها الجيلاتين وتبقى تحركي تحركي حتى كيذوب كليا، عاد كتخويها في لي بلا والكيسه اللي بغيتي تقدميها فيه. بركه مصدع قولوا لي بركه ما تقبي علينا تمايا في ديك الكسرونه ايوا كيراكو دايرين مع رمضان البنات، ما كاينش حسن من لمه العائله اللي بوحدو كتجي شويه صعيب، لكن بنادم دابا الخدمه وداكشي ما كيساليش يعني، حتى العطله بنادم عادي يمشي يعني الويكاند ولا شي عطله عادي يمشي يتجمع مع العائله. كاين مسكين اللي كيدوز بوحديتو كيفطر غير في الخدمه، ما عندوش حتى الوقت كاع باش يرجع للدار يفطر. كاينين الناس اللي كيخدموا هكذاك عندهم لا شارج في الخدمه بزاف، لي اصحاب لي بيرمانونس اصحاب كتعاون كل واحد وكيف قدرات الظروف ديالو. المهم هذه تحليه البنات رائعه جدا، انا كتعجبني في رمضان، بنادم في السحور ياكل غير واحد الكويس منها بارك عليه. يلا البنات كتقرب توجد، ونوريكم غادي نرمي فيها الجيلاتين. ها نتوما معايا باش ما نطولش عليكم بزاف في الفيديو. دابا انا البنات رجعت لكم، ما قبل ما تغلي الباناكوتا ديالنا ما خصهاش تغلي، لان الا غلات غادي تقطع لنا ديك القشده. قلنا كناخذوا داك الجيلاتين ديالنا نعصروه نهائيا من الماء، ما يبقاش فيه الماء، تعصريه مزيان من الماء البنات، يتعصر مزيان بعد صافي، وكتلوحيه فيها سخون تبداي تحركي وصافي. دابا انا غادي نحرك حتى ما بقاش نلقى تما الجيلاتين عندي اصلا، دغيا كيذوب هو البنات. شوفوا مزيان نبدا نحرك حتى ما يبقى يبان لي والو، هو راه دغيا كيذوب في ديك الحراره كيذوب. شتي البنات ما خصهاش تغلي، الا غلات ضاعت لكم الباناكوتا، تقرب تغلي عنين تغلي صافي تما انا كنطفي عليها، الا غلات صافي كضيع. هانتوما شوفوا البخ اللي كتطلع، صافي دابا غادي نديرها البنات في الكويسات ديالها. درت هاد الكويسات حتى يبردوا، عاد كندخلهم للثلاجه يبردوا توتالمون، ما يمكنناش ندخلوهم سخانين للثلاجه، حتى كتبرد عاد كندخلها للثلاجه، وحتى كتشد فراسها مزيان وتقصح يعني شويه، عاد كندير فوق من هذاك الكوليس. صافي دابا انا متاكده بان ما فيهاش نهائي الجيلاتين، كله داب حيت هو اللي كيقصحها لنا، هي ما خصهاش تجي قاصحه بحال فلان فهمتوا.
دابا غادي نكبها وصافي حنا سالينا. تبقى لنا غير داك الاخر. بسم الله نجيبها هنايا باش نكبها هنايا، عاد ديك الساعه نهزها الفوق ونخليها نخليها البنات معذرة على هاد. بسم الله دابا راه بزاف، حاولوا ما امكن ما تعمروهاش بزاف لان تخليو فين غديروا داك السيغو. اوف كيتزلع عليه. غادي ندير الاخر، ندير داك الغراف سي بوكوميا هذا كان فيه الحليب سخونه بزاف وغادي تقيله عليا. يجينا ساهل في الكبان شتي الانسان خصو غير يفكر يخدم داك المخ مع المرات المخ ديالنا كيتقفل. صافي البنات غادي نعمر الكويسات ديالي، نخليهم شويه فين غادي يجي داك السيغو ديال الفخاس وهذا والفرومبواز، وغادي نبقى نعمر في الكويسات تنكمل هذا الشيء. دابا انا عندي هادو صغارين، كان عندي الحليب ما كاينش يبقى تما يضيع في الثلاجه، فهمتوا البنات؟ درت به المايونيز دونك ماشي نضيعو، درت قلت راه نفكر ندير به الباناكوتا تحليه او ميم طون الحليب ما يضيعليش. صافي دابا غادي نجيب واحد الكويسه اخرى نكمل هذيك الباناكوتا. علاش كينفعوا لنا قول تشقاقل ديال الكيسان ودي غادي نخليهم البنات حتى تبرد وديك الساعه ندخلها للثلاجه. ها حنا سالينا الباناكوتا ديالنا، بقى لنا دابا غير الديكور ديالها باش نديكوريوها. خليوها جانبا تبرد البنات ونمسحوا الروينه اللي درنا ديال تقطار ديال الحليب وصافي. دابا البنات محيت تبرد غادي نوريك ندير معكم داك السيغو ديال الفخاز والفرومبواز ونوريكم كي كتجي في التالي. صافي حبيباتي وهانتوما معايا. ودابا البنات وجدت لنا الباناكوتا ودرت السيغو ديال الفخاز والفرومبواز، طحنتو بطيتو بالباطور بالبغا ولا على هذا الشكل. صافي نخليه شويه يبرد ونخوي على الباناكوتا، وها الباناكوتا ديالي جاهزه. اوكي البنات يلا بلا ما يبردنا هاد الجولي ديال الفخاز وديك الساعه غادي نقدمه لكم. وانا حبيباتي جينا لنهايه الفيديو نتاع الباناكوتا، انا زوقتها بداك الكوليس نتاع الفخاز والفرومبواز وشويه النعناع شويه الكركاع وصافي. وهكذا هي كتجي كريمي رائعه. كنتمنى انكم تنتوما تجربوها وتذوقوها مع هاد الكوليس نتاع الفخاز والاخر. ما نقولكمش البنات بالف صحه وهنا. كتحمق كريمي زوينه بزاف يعني رائعه. كنتمنى انكم تجربوها في هاد رمضان الكريم، راه واحد التحليه جد رائعه بنينه بزاف 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 بزاف, بزاف. يلا حبيباتي خليتكم على خير وصحه صيامكم وصحه فطوركم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.